سلام البنات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله جينا باش نقدمو واحد الخبيزات بالبطاطا، كيجيو محشوين بالجبن على جوج ماركات. نتمنى تبعوني البنات باش تشوفوا الطريقه. عندي هنا واحد نص كيلو ديال البطاطا مسلوق وباقي سخون البنات، درت واحد معلقه صغيره ديال قزبر ومعدنوس مدقوقين رقاق، غادي نحاول نضربهم البنات حتى كيوليو ما تبقاش فيهم الحبيبات. خدمتهم البنات هما الاولين حيت باقي محدهم باقي سخان، عاد غنقدم لكم المقادير اللي كيتخدموا معاهم باش لبقيت كنوريكم كنهضر، ما بغيتهم يبردوا ليا ما تبغيش تمسعد. انا خصني البطاطا ما يبقاش فيها كاع تولي بحال العجين. دابا البنات بعد ما دعقنا البطاطا ديالنا حتى ولات ليس، غادي نوريكم عندنا في العطريه، عندنا هنا معلقه ديال التحميره، معلقه ديال العطريه مخلطه كنت فايته حطيتها لكم في واحد الفيديو. عندنا بزار، سكينجبير، خرقوم، قزبر حبوب، دويمه ديال الزعفران محكوكه، كيتخلطوا كاملين وكنديرهم في واحد القرعه، هما اللي كنخدم بهم. عندنا واحد شويه ديال الملحه، وعندنا شويه ديال الكمون، عندنا واحد معلقه صغيره البنات ديال الهريسه كتبقى اختياريه، اللي عنده الوليدات وما بغاش يديرها ما يديرهاش. وعندنا البنات واحد شويه ديال البصله ميبسه، وعندنا شويه ديال العطريه اعشاب دو بروفانس، وعندي هنا شويه ديال الثوم القصابي. هاد البنات هاد الاعشاب منسمه كتبقى اختياريه، ممكن نكتفيو غير بهادشي اللي درنا، ممكن نزيدو فيها شويه الزعتر، اللي بغى يزيد شي حاجه البنات كيزيدها، متقيدوش بواحد الحاجه. غنديروا البنات هاد العطريه ديالنا، عندنا البنات باش نكملوا المقادير عندنا بواحد البيضه، عندنا طحين، جوج كاس ونص ديال الطحين البنات بهاد العبار، يعني كاس ونص العنبه، وعندنا واحد المعلقه ديال النشا باش ديك النشا كيشرب لنا ديك الميديتي اللي كتكون عندنا في البطاطا. وعندنا الفرماج البنات هذا ديال الساندويتش، وعندنا جبن بلدي مصايب ديال الدار البنات، دابا ان شاء الله حتى هو غادي نحطو لكم هذا الجبن البلدي، غادي نسموه بالاعشاب. كنحاولوا ما نديروش البيضه دابا البنات حتى تبرد لنا شويه البطاطا باش ما طيبش لنا ديك البيضه، هذيك البيضه عندنا الغرض بها ما طيبش، عندنا الغرض بها تخدم لنا بحال العامل اللي غيربط لينا ما بين البطاطا والطحين، اما لا طابت يعني بحال ما خدمتش الخدمه ديالها. ندخلوا هاد العطريه كامله بديك البطاطا وحنا كنخدموا ندخلوا، وفي نفس الوقت هي راه كتزيد كتولي رطبه. غنزيدوا شويه ديال ديك الاعشاب المنسمه، غير شويه ماشي بزاف، اللي خدمناها كنحيدوها من قدامنا. عفوا حق ماشي مشكل، غنحاول نقص شويه من الفوق باش ما تجينيش مجهده. ونديرها في نديرها داكشي اللي طاح ليا غنحيدو من هنا، غنديرو في ديك الجبينه اللي غنعمر بها. دائما البنات كنخدمو مخنا في شي حوايج لي كيوقعوا لنا بحال هكا لان ضروري من الاخطاء المطبعيه، صغير الانسان يكون عنده واحد الذكاء كيفاش يخدم.
دابا البنات راه ما بقاتش سخونه البطاطا ديالنا، غنزيدو على هذيك البيضه ونخدمو عاود مزيان العناصر. نزربو باش ديك البيضه تدخل لينا مزيان. البنات غنزيدو ديك المعلقه ديال النشا، غنزيدو كاس ديال الطحين. البنات غنزيدو كاس حاجه باش ما باش تغلبو على الخدمه. البنات غنت كنزيدو شوي بشوي، ما كنديروش الطحين ديالنا كامل دقه وحده ونبداو نخدمو. البنات غنحيد هاد الآلة ونخدم بيدي. نزيد البنات شويه ديال الطحين، نقدر ما غناخدش ديك الكاس ديك نص كاس كامل. باش كنقول لكم البنات ما تزيدوش الطحين دقه واحده، حنا كنعرفوا كاين الطحين اللي كيشرب كاين الطحين اللي ما كيشربش. عندنا بالمقادير كاس ونص، غنديروا الكاس ونخليو ديك النص حتى كنخدموها ونشوفوا محتاجين راه كنزيدوا، ما محتاجينش راه حنا ما غاديش نضيعوا. اللهم ديري تخدمي بحال هكذا اولا تولي ديري الدقيق كامل وتصدق ما خداماش تصدق ناشفه ليك وتبقاي واحله شنو غادي تزيدي فيها. البنات ها نتوما ديك الكاسونس حنا درنا غير كاسو ربعه البنات تاع الطحين، ها نتوما رشات ليا واحد شويه تاع الطحين الطريقه اللي قلت لكم. دابا غادي ها هي واجده، غنخليها واحد شويه ترتاح وغادي ندوز نصايب الفرماج والجبن ديالي اللي غادي نصايب بيه الخبيزات. بين ما غسلت يدي البنات وانا معكم. البنات ها نتوما خدينا ديك الجبن ديالنا اللي درنا فيه ديك الاعشاب المنسمه وخدمناه كريكبات ها هو. ودابا غناخدو هاد الجبنه المربعه ديال الساندويتش حتى هي غادي نشدوها نخدموها كويرات باش نعمرو بها باش نحشيو بها ديك البطاطا ديالنا اللي خدمنا مع بعضياتنا. ندخلو مزيان باش متحلوش لينا في الطياب وكنكملو البنات. خدينا واحد البلاطو البنات درنا فيه بلاستيك غذائي دهناه بشويه ديال الزيت باش ما يلصقوش لينا الكويرات ديالنا و غادي نبداو نعمرو. البنات دابا غنوريكم البنات شي وحدين، غنجيب بعدا شويه الزيت ندهن به يدي البنات. تيدي البنات بشويه تاع الزيت، غناخد واحد الكويره تاع البطاطا تكون ما بيهاش باش يجيونا خبيزات نيت، وكنفتح ليها الوسط ديالها وغنعمرها بالجبينه ونسد
مزيان وندور ونورك عليها بحال خبيزه، ونحط في البلاستيك الغذائي ديالي. نعاودو مع بعضياتنا، غندير واحد الكويره نسد عليها مزيان، كنلولبها مزيان كنورك عليها جيرا، وكنحطها. غناخد واحد اخر البنات وغندير فيها دابا، غندير فيها فرماج ديال ساندويتش لي ها هو فين كنركبناه مع بعضياتنا، حتى هو الا لاحظتوا غنسدو عليه. وتلولبو ونوركو بشويه حتى هو داك فرماج الساندويتش يكون، ولا بانت لنا شي بلاصه تعرات البنات كنسوديوها، ماشي بحال الجبن، الجبن تي ساع كيهبط، باش ملي نجيو نقليو البنات ما يتحرقش لينا الفرماج في الزيت. غنحط هادو هنا وهادو هنا باش نقلي كل وحدين بوحديتهم. ملي كنشوف يدي البنات نشفات ليا من الزيت ولا كتلصق، كنعاود ندير دهينة الزيت غير شي شويه، غير شي شويه البنات. باش ما يجيكمش البنات الفيديو طويل غنحبس تنكمل تنبغيو نقليو وغادي نتلاقاو. البنات ها الخبيزات ديالنا كملناهم، ها هما عندنا النص درناه بالفرماج ديال الساندويتش، النص درناه بالجبن بالاعشاب اللي مصايبه في الدار، غنحطو لكم حتى هو ان شاء الله. وعندنا خدينا واحد الطبسيل درنا فيه الورق النشاف، واحد المقله البنات درنا فيها الزيت، ما كنديرو الزيت غيوصل النص ديال ما تغسطاش لينا كامله بالزيت، غير النص ديال الزيت بحال كنقليو الحوت، حتى كطيب تسخن لينا مزيان الزيت، وغنقصو العافيه وغنبداو نطيبوهم البنات على خاطرنا. وهانتوما معايا شوفوا ان شاء الله النتيجه كيفاش غتكون، نتمنى يكون على حسن الظن ديالكم. ما كاين ما سهل من هاد الاكله البنات، والدراري كنعرفوهم كيحماقوا على شي حاجه سميتها معقوده اولا خبيزات ولا بطاطا اولا كل واحد يسميهم كيبغي، هذه بحال معقوده محشيه بالجبن. نتمنى البنات تعجبكم وتجربوا البنات وتردوا عليا. البنات قرب لكم المقله، يبداو يتحمروا لنا البنات من الجناب، نحيد البنات هاد الطاوة باش نوريكم قدام المقلة. ما كيتحلوا البنات ما
نتوما كتشوفوا مزال غنوريكم منين بدا نقلي القليه الثانيه حيت اليوم ما شفتونيش منين حطيتهم كان بعيد كان الكاميرا بعيده طوها مباشرة فوق ورق نشاف باش حيدنا الزيت الفائض اللي فيها البنات ما أروعهم شوشو الجبنة البنات خارج شوشو شوشو كما البنات الزيت ما يكونش عامر بزاف كيوصل لها الزيت النص راه كيجيو البنات خفافين وين البنات قلينا هذوك اللي معمرين بالجبن دابا قلينا هذوك اللي معمرين بالفرماج ديال الساندويتش كنحاول نفرق بيناتهم البنات في ورق النشف باش كيشرب ليه الزيت اللي الفوق واللي التحت باش كيجيونا ناشفين شويه كيعجبوني اللي بغا نخليهم غير مصفرين البنات يخليهم انا كيعجبني يجيو محمرين بزاف
غنسخو على البنات، غنفتحو شي وحده مع بعضياتنا. شوفوها كي جات، فتحها غير بيدي. وحده البنات اللي درنا فيها الجبن بالاعشاب، سخونه البنات. ها هي معقوده ديالنا اللي درناها محشوه بالجبن. شوفوا كي جات البنات معمره لذيذه محمره ولا اروع. نتمنىكم البنات تعجبكم وتجربوا وديروا لي لايك وتبارطاجيو باش تعم الفائده. وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.